كلنا طبعا سمعنا نكتة السيسي اللي قالها امبارح في المؤتمر الصحفي، وهي فكرة المبادرة، مش عايز اقول مبادرة، الميني مبادرة اللي عملها، وان هو هيفرج على 4 أسرى مقابل ان هو يوقف الحرب لمدة، اللهم صل على النبي، لمدة 2 يومين بس. واخد بالك طبعا، يعني الموضوع ده نال سخرية واسعة على السوشيال ميديا. بس السؤال هنا بقى، وده مهم جدا، ليه 4 أسرى؟ واشمعنى 4؟ طب مين هم الـ4؟ بص يا معلم، الفترة الأخيرة لو فاكر تصريحات بايدن العظيمة بعد ما يأس مع نتنياهو، هو طبعا عنده 4 أمريكان إسرائيليين هناك من ضمن الأسرى. هو برضه الراجل، بما إن أمريكا يعني أكبر دولة في العالم وأعظم دولة مش عارفة إيه، فما عيب يعني ما يكون لهم أسرى عند المقاومة في فلسطين. فطبعا يزق مين بقى؟ طبعا طلع المعلم عبد الفتاح السيسي متبرعا بالموضوع دوت، قال لك إحنا ممكن نوقف الحرب 2 يومين في مقابل ان انتوا تفرجوا لنا عن الـ4 أسرى دول، وهم دول تحديدا الـ4 المعنيين بالحدوته دي، يعني عشان خاطر عيون بايدن السيسي عمل المبادره دي. وبالمناسبه المبادره دي كان ما كانش عندهم مشكله يوقفوا الحرب او يوقفوا اطلاق النار مثلا 2 أسبوع، انما السيسي اتجود من عنده عشان ما يتقلش يعني على اولاد، على اخواله، فقال لك خلاص مش مشكله يا جماعه، نخليهم 2 يومين بس، دي كل الحدوته.